بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فأعظم جريمة ترتكب في هذا العصر الذي نحن فيه الآن محاولة مساواة الإسلام بغيره من ملل الكفر، أكبر جريمة وأكبر إساءة في حق البشرية كلها. لأننا قلنا من قبل مرارا أن أعظم حق من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين أن تبلغه رسالة السماء، رسالة الإسلام التي فيها سعادة الدارين. فأكبر إساءة وأكبر جريمة أن يشوش الحق بالباطل ويختلط الحابل بالنابل، فلا يستطيع الناس التمييز بين الإيمان والكفر، بل إنهم يسوون بين الإيمان والكفر، وبالتالي هذا هدم لأصل أصول الإسلام وإساءة للبشرية وجريمة في حق البشرية. فبدل ما يقولوا فلان مجرم حرب وعايزين نحكمه وفلان مجرم كذا، هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله أو الذين يقبلون أن يسووا الإسلام بغيره من الملل الكفرية، فهذه أكبر جريمة يمكن أن ترتكب، لأنه يترتب عليها فساد عريض في الأرض. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. كيف سيهتدي الناس وهم يسمعون من هذا ومن ذاك ومن لكع ابن لكع وأمثاله إن الناس كلها سواسية وكل داخل الجنة وكل يريد الخير واحترام الأديان ونحو ذلك؟ كيف يحترم من يعبد الأوثان؟ كيف يحترم من يعبد مخلوقا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، يعبد الشجرة أو يعبد الفيران أو يعبد الشيطان؟ احترام الأديان، حرية العقيدة، فهذا كله مما يراد به إبطال دين الإسلام. فمن الجرائم العظمى في هذا العصر محاولة البعض أن يسووا بين الأديان وغيره من ملل الكفر. وكما ذكرنا من قبل إن هذه المحاولات حتما ستبوء بالفشل، مهما أنفقوا من أموال وشنعوا من حملات لهذه الآية الكريمة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أظهر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهؤلاء ينطبق عليهم قوله تعالى ويبغونها عوجا، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، لا يريدون لسبيل الله أن تبقى كما هي مستقيمة، لكنهم يحاولون أن يحرفوها عن طريقها. ولذلك يحظى الإسلام بأكبر قدر من العداء على مستوى العالم كله. لا يوجد دين يحارب كما يحارب الإسلام ولا يشوه كما يشوه الإسلام. لماذا؟ لأنه الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف. أما الأديان الأخرى يعني إيه بالتعبير السوخي كبروا دماغهم يعني وتفهموا وتنازلوا وحوروا وغيروا كما فعل اليهود محرفوا الكتب السماوية، دي حرفتهم يهود، وكما فعل النصارى وكما فعل غيرهم. فدائما أهل الباطل يتنازل بعضهم لبعض ويتسامحون مع ما يضاد عقيدتهم. ولذلك حتى مشركوا قريش قبلوا المساومة على ما لا يقبل المساومة، فأتوا للرسول عليه السلام وقالوا يعني نعبد إلهك سنة، السنة اللي بعدها يعني إيه تعبد أنت معنا آلهتنا، وكده احنا نصيب الحق سواء معنا أو معك. فالذي يقبل التنازل لأنه ليس على حق، صاحب الحق لا يقبل. وذلك نزل الجواب صريحا في قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد في الحاضر ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في المستقبل، بل ستموتون على الكفر، ولا أنا في المستقبل عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم الباطل، مش مقصود كما بعض الناس تستدل بالآية على عكس ما يراد بها، فيقول لكم دينكم ولي دين، يعني كل واحد حر، ودي مسألة شخصية ومزاج شخصي، فأنت لك دين ولي دين، زي يقول الشوام كده كل واحد على دينه الله يعينه. فلا، لكم دينكم الباطل ولي ديني، عشان كده لو وصلت بالسورة التي بعدها تقولي لكم دينكم ولي ديني بسم الله، لكنها حذفت الياء. لكم دينكم هذا مثل قوله تعالى أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما
تعملون. فمن أكبر الجرائم التي ترتكب الآن في حق البشرية هي محاولة المساواة بين الإسلام والكفر، أو محاولة التغيير في حقائق الإسلام بالتحريف والتبديل. وطبعا تحريف لن يقع، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحفظ، لكن تحريف المعاني وإفسادها على يد بعض الضالين سواء من داخل الإسلام أو من خارجه، فهذا ما يعني ما يعني يرفض قطعا. فما حاولوا لن تفلح هذه الأشياء، لأن حجة الله ستبقى باقية، لأن الله الذي تكفل بحفظ القرآن الكريم وبحفظ الإسلام حتى تبقى الحجة قائمة على خلق الله تبارك وتعالى. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون، أي ذلك.